منذ مايو عام 2014 يعرض متحف باب الهدز في مدينة ملواكي الأمريكية حوالي 6500 قطعة صغيرة للسياسيين والمشاهير والحيوانات وشخصيات الكرتون والأفلام الشهيرة، تهتز رؤوسها على مدار اليوم وتستقبل زوارها بالموافقة على أي شيء. ألعاب باب الهدز أو المجسمات التي تهز رؤوسها لها تاريخ طويل، ويحب الأمريكيون تجميعها منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كانت أولى تلك القطع هي لشخصية الرياضيين المفضلين عند جمهور كرة القدم الأمريكية والبيسبول. نمتلك في المتحف أول مجسمات رياضية تم إنتاجها على الإطلاق من بابل هيدز للاعب البيسبول وكرة السلة في موسم 1960-1961. المتحف المخصص للتماثيل الصغيرة يضم حتى الآن 10,000 قطعة يعرضها بالتناوب، وبعض القطع المميزة تعرض في قاعة خاصة بالمتحف، ويأمل مؤسسون أن تستحوذ التماثيل على اهتمام الزائرين. أعتقد أن الجمهور المستهدف من محبي تلك المجسمات وجامعيها وكذلك الناس الذين يحبون ثقافة البوب ويفضلون الاستمتاع بأوقاتهم. بعض القطع مهتزة الرؤوس تستطيع التحدث، وبقية القطع متقنة الصنع حتى أن الجمهور يتعرف على شخصياتها الحقيقية من أول نظرة. هناك الكثير من الأشياء السلبية التي تحدث في المجتمع، ونحن نحتاج إلى العديد من الأماكن للهروب وقضاء وقت جيد وأيضا التعليم في نفس الوقت، ونحن نأمل في أن نكون مصدر قوة للمجتمع. ويضم المتحف الاستثنائي قاعة لتعريف الزوار بتاريخ ومعلومات حول صناعة المجسمات مهتزة الرؤوس وكذلك الأشخاص التي تمثلهم، ويستعد للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مكان يضم ذلك العدد من تلك المجسمات.